استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث وإلى أبرز العناوين. العراق يقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن استخدام إسرائيل مجاله الجوي لضرب إيران. مجلس الأمن يبحث الضربة الإسرائيلية على إيران، والحرس الثوري يحذر إسرائيل من عواقب مريرة. حماس ترحب بمبادرة مصرية لهدنة من يومين في غزة، وإعلام إسرائيلي يؤكد رفض نتنياهو لها. الجيش السوداني يوسع دائرة سيطرته بمحيط الحلفية في شمال الخرطوم بحري، وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية. بعد نفي رسمي وبعد يومين من الضربة الإسرائيلية لإيران، أقرت الحكومة العراقية باختراق إسرائيل أجواءها في 26 من هذا الشهر. فقد أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنها قدمت مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن تدين فيها الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواء العراق واستخدام المجال الجوي لتنفيذ ضرباتها على إيران. وفي بيان الحكومة، طلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الخارجية العراقية التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الخرق، وشددت الحكومة العراقية على عدم السماح باستخدام أجواء العراق أو أراضيه للاعتداء على دول أخرى، خصوصا دول الجوار، وعدم من انجرار في صراعات إقليمية. ومن بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث منتظر رشيد. منتظر، ماذا في تفاصيل هذه الشكوى التي يقدمها العراق وبعد يومين مما يقول بأنه كان اختراق لأجوائه؟ يعني العراق تحرك باتجاهين، الأول إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وقدم شكوى ضد إسرائيل لانتهاكها الأجواء العراقية. أما الشق الثاني أو التحرك الثاني فكان باتجاه الولايات المتحدة عبر وزير الخارجية الذي سيفاتح الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي. الولايات المتحدة تعهدت بحماية الأجواء العراقية والعراق بشكل عام من أي اعتداءاتنا أو هجماتنا أو أي خرق لأجوائه، وبالتالي لم تلتزم الولايات المتحدة على ما يبدو ببنود هذه الاتفاقية، حيث سمحت للطائرات الإسرائيلية بالدخول إلى المجال الجوي العراقي وتوجيه الضربات إلى إيران من هذه الأجواء. وأيضا ما يعزز ذلك هو العثور على بقايا صواريخ إسرائيلية داخل الأراضي العراقية تصدت لها المضادات الجوية الإيرانية القريبة من الحدود العراقية، وتحديدا بالقرب من محافظات كركوك وأيضا ديالى وصلاح الدين. بالتالي بقايا هذه الصواريخ سقطت هناك، تم العثور عليها طبعا في صبيحة يوم 26 بعد الضربة بساعات تم العثور على هذه البقايا. وأيضا تم الحديث منذ ذلك الحين عن أن الطائرات الإسرائيلية خرقت الأجواء العراقية ووجهت الضربة من هناك. لم يكن أمام الحكومة العراقية بعد تأكيد إيران استهدافها من داخل الأجواء العراقية، لم يكن أمام الحكومة العراقية سوى اللجوء إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى، وبالتالي الحديث بشكل جدي مع الولايات المتحدة التي سببت حرجا كبير لحكومة السوداني. لأنه كان هناك تساؤل حول التوقيت منتظر، لأنه أتى بعد نفي رسمي وبعد يومين من الضربة الإسرائيلية. ما الذي يقال حول اختيار هذا التوقيت؟ يعني إعلان إيران ذلك بشكل رسمي وضع العراق في موقف حرج أجبره طبعا على التحرك بهذا الشكل، وأيضا الخروج من الصمت الذي كان يلف الموقف العراقي خلال اليومين الماضيين. وبالتالي العراق تحرك هذا اليوم وقدم الشكوى إلى مجلس الأمن، لم يكن أمامه خيار آخر بعد أن وضع في موقف حرج جدا. لكن هناك أسئلة أيضا أخرى لم يتم الإجابة عليها، لا الإيرانيون أعلنوا عنها ولا أو أجابوا عنها ولا حتى العراق. من أين أيضا وصلت الطائرات الإسرائيلية إلى داخل الأجواء العراقية؟ هل جاءت من البحر الأحمر أم من الأجواء الأردنية أم من سوريا؟ إلى الآن أيضا لا يوجد تأكيد حول
الدولة التي دخلت منها هذه الطائرات الإسرائيلية إلى داخل الأجواء العراقية ووجهت ضرباتها إلى الداخل الإيراني. أي تصريحات رسمية أخرى يمكن أن تطلعنا عليها؟ يعني هناك ضغط كبير وانتقادات كبيرة أيضا للموقف الرسمي العراقي من قبل القوى السياسية العراقية، لكنها لم تصرح بذلك بشكل علني على شكل بيانات، وإنما هناك اتصال بالحكومة العراقية من قبل قادة في الإطار التنسيقي، قيادات سياسية أخرى، قادة فصائل، حملوا بشدة طبعا على الحكومة العراقية التي وثقت بالولايات المتحدة الأمريكية كما يقولون، والتي أيضا تسببت بهذا الخرق للأجواء العراقية وتوجيه ضربة إلى إيران المقربة جدا من هذه القوى السياسية ومن هذه الفصائل، وأيضا لديها علاقات جيدة مع الحكومة، حكومة السوداني. بالتالي هذا الأمر خلق حالة من النقبة طبعا لدى هذه القوى السياسية من الموقف الرسمي العراقي، وعليه كل هذا وضع السوداني في موقف صعب، وعليه بدأ بالتحرك بتقديم هذه الشكوى، وأيضا بمفاتحة الولايات المتحدة الأمريكية التي لديه اتفاق معها هو والحكومات التي سبقتها من أنها ملزمة طبعا وفق هذه هي الاتفاقية، اتفاقية الإطار الاستراتيجي بحماية الأجواء العراقية. نحن أمام تحركات عراقية على هذا السياق، لكن الأهم من التحرك باتجاه مجلس الأمن هو الحوار العراقي الأمريكي وما يمكن أن يفضي عنه. هل ستتكرر هذه الهجمات عبر الأجواء العراقية باتجاه إيران في المرحلة المقبلة إذا كان هناك رد إيراني وقررت إسرائيل أيضا تكرار الكرة مرة أخرى وضرب إيران عبر الأجواء العراقية؟ هذا هو السؤال الذي يقلق الكثيرين هنا. شكرا جزيلا على هذه المعلومات وتفاصيل. مراسل الحدث منتظر رشيد كنت معنا من بغداد. قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن جاهزية الدفاعات الجوية الإيرانية أفشلت الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل 4 جنود إيرانيين والتسبب بأضرار في بعض أنظمة الرادار. وفقا لما أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، سلامي اعتبر في رسالة إلى قائد الجيش أن عواقب الهجوم الإسرائيلي ستكون مؤلمة ولا يمكن تصورها على حد تعبيره. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم بتوقيت نيويورك بطلب من إيران في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية. على سويسرا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس عن الاجتماع مشيرة إلى أن الطلب الإيراني حظي بدعم من روسيا والصين والجزائر. ومن جانب آخر، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تلقت إشارات سبقت الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والاتصال بمسؤولين عسكريين بالإضافة إلى تبادل الرسائل مع عدة جهات قبل الضربات. ترياسي عبارة أو رسالة بعثت بها الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل بعيد الهجوم الإيراني الصاروخي في الأول من أكتوبر. هذا ما كشفته وكالة رويترز في تقرير تحدث عن خشية المسؤولين الأمريكيين حينها من رد فعل إسرائيلي حاد وسريع قد يدفع الشرق الأوسط إلى شفا صراع إقليمي شامل. التقرير يروي أن واشنطن سعت طيلة 3 أسابيع إلى التأثير على تل أبيب قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي بضربات جوية دمرت دفاعات جوية إيرانية رئيسية ومرافق لإنتاج الصواريخ. لكن الأهم وفق تقرير رويترز أنه تم في نهاية المطاف تجنب المواقع النووية الحساسة والبنية الأساسية للطاقة في إيران. هنا يقول مسؤول أمريكي أن تلك المواقع كانت أهدافا إسرائيلية محتملة، إلا أن واشنطن عملت على تقديم خيار بديل يتضمن مجموعة من التدابير المختلفة ومنها فرض العقوبات. بينما اعتبر رسالة إلى إيران وفق التقرير نفذ الجيش الأمريكي ضربة ضد الحوثيين باليمن مستخدما قاذفة الشبح بعيدة المدى من تراز بي 2.
من بغداد ينضم إلينا مستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علاوي، ومن طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، ومن واشنطن دكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مع حضرتك دكتور حسين علاوي فيما يتعلق بهذه الشكوى المقدمة من العراق والتساؤل حول التوقيت. هذه الضربة كانت من يومين، بالتأكيد العراق يعلم بأن أجواءه تم اختراقها، لماذا انتظر كل هذه الفترة حتى يقدم هذه الشكوى؟ وهل كان مدفوعا بالتصريحات الإيرانية هي التي كشفت بأن هذه الطائرات الإسرائيلية أتت من العراق؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيوفك، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. يعني أكيد التوقيتات الزمنية تأتي مع التقارير الفنية، والتقارير الفنية للدولة العراقية قد أثبتت أن هنالك خروقات على الأجواء العراقية، وعلى أثرها الآن يعني أنه أمر السيد رئيس الوزراء سالم محمد الشيع السوداني بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة وإلى الأمين العام ومجلس الأمن بخرق من قبل الكيان الصهيوني للأجواء العراقية والقيام بعملية العدوان على الأراضي الإيرانية. وهذا بالتالي ما كذلك بالمقابل سار به يعني السيد رئيس الوزراء بتوجيه وزارة الخارجية بالاجتماع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالمقابل الحوار حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي وحول هذا الخرق الذي حصل، وكذلك بالمقابل إلى أنه العراق ما زال يعني أنه لا يفتح أجوائه لأي عدوان تجاه دول الجوار، كونه التزام دستوري والتزام سيادي والتزام كذلك بالمقابل حكومي من قبل الحكومة العراقية التي تمتلك الآن علاقات مهمة مع كل دول الجوار صديقة لنا، وهذا حقيقة ما نريد أن نلتزم به ونحافظ عليه. وكذلك بالمقابل نحن منذ الأيام الأولى لأزمة غزة والساعات الأولى تحدث بها السيد رئيس الوزراء ونبه عن هذه المخاطر التي امتدت أكثر من سنة. نعم، أعود لسؤالي حول التوقيت، لماذا الآن يقول العراق بأن هنالك يعني هذه وحضرتك كنت إذا تسمحي معنا على الهواء بالأمس دكتور حسين علاوي وقلت على شاشة الحدث أنه استخدام الأجواء العراقية مجرد إشاعة. لا أنا إذا تسمحي لي شوفي أكو ثلاث شغلات قلتها بالحدث حتى أوضحها، هاي فرصة هم مهمة. أولا أنا ما قلت أنه إشاعة، أنا كنت أتحدث على المعلومات الديسانفورميشن الموجودة بالصحيفة اللي قالوا أنه أكو هجوم على المنشآت العسكرية العراقية والمدنية، هذا واحدة. اثنين احنا ما أطينا بالتصريح ماتي بيان أنه بما يخص الكيان الصهيوني، ولكن بالمقابل احنا ما سمحنا لأي واحد يستخدم الأجواء، ولكن بالأجواء هنالك أغلفة متعددة، وبالتالي عملية الخرق واردة بالقضية الفنية. ولذلك الآن الحكومة العراقية من رجعت إلى تقارير الفنية اللي جمعت المعلومات من خلال القوات الأمنية العراقية وصنوف الأسلحة المختصة حقيقة بهذا المجال، قدمت الآن الحكومة العراقية شكوى إلى يعني أنه الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن، وهذا مسار طبيعي جدا أن تقوم به الدولة العراقية، لأنها دولة مستقلة ودولة حرة ودولة تدرك أن خطورة هذا الموقف حقيقة على الأمن والسلم يعني فيما يخص الأمن القومي العراقي. لكن بالأمس قلت أنه إشاعة، وفيما يخص كذلك يعني بالمقابل إيران قلت بالأمس أنه إشاعة، هل لم لا إيه قلت ديسانفورميشن؟ إيه اسمعي لي سوضح سوى المتحدثيات قبالك، اسمعي لي أنا تكلمت على يعني أنه قيل من قبل صحيفة نيويورك تايمز أن هنالك استهداف للدفاعات الجوية في العراق، وهذا كلام كان غير صحيح حقيقة، وبالتالي هذا اللي قلت أنا بهذا الموضوع. لكن بالمقابل الآن التقارير الفنية أشارت بصورة تامة إلى هذا الموضوع، وهذه إجراءات الدولة، يعني إجراءات الدولة إجراءات تباعا، يعني حتى الآن المذيع اللي خاص بقناة العربية الحدث الآن من كان يتحدث ويتحدث عن السيد رئيس وزراء ليس في أزمة يعني حقيقة بهذا الموضوع، ولكن بالمقابل قيادته لهذا الموقف تتطلب إجراءات دولة، ولذلك إجراءات الدولة العراقية تأتي تباعا، لأنه لابد أن يكون لدينا تقرير فني نستند عليه، وهذا التقرير الفني نبني عليه الشكوى الخاصة ضد الكيان الصهيوني باستخدامه طيب. للأجواء بعملية القصف للأراضي الإيرانية. طيب أذهب لضيفي دكتور صادقيان. دكتور صادقيان، ونحن طبعا كنا تابعنا مع حضرتك حتى وقت الضربة وما تلاها من ردات الفعل من داخل إيران، وكنا نتابع معك كيف قللت إيران من حجم وأهمية هذه الضربة الإسرائيلية
على إيران وكيف تصدت لها الدفاعات الإيرانية. بالأمس بدأت التصريحات وكأنه بتأخذ منحى آخر، تتحدث عن أنه إيران تحتفظ بحق الرد، هناك تصريحات عالية النبرة من قبل الحرس الثوري، تتحدث عن أنه سيكون رد مروع، رد كبير. هل نحن أمام ضربة ستتجاوزها إيران لأن دفاعاتها استطاعت التصدي لها، أم ضربة تستدعي ردا إيرانيا حسب التصريحات الأخيرة؟ تحية لك ولضيوفك والمشاهدين. دعيني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية. أولا، الشخصيات والجهات التي كانت تقول بأنه يجب أن يكون هناك رد، هذه الشخصيات نحن سمعناها في الساعات الأولى بعد الهجوم أو الاعتداء الإسرائيلي على إيران. الشخصيات الأخرى، الجانب الآخر، التي كانت تقول بأننا يجب أن نتريث، أن ندرس، أن نبحث، أن كذا كذا، هؤلاء لا زالوا على موقفهم. وبالتالي نحن أمام اتجاهين في إيران. اتجاه يقول، وهذا الحرس الثوري من هذا الاتجاه، يقول بأنه يجب أن يكون هناك رد ساحق ورادع جدا وأقوى من عمليات الوعد الصادق 2. والتصريح الذي أدلى به قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم هو ينسجم مع هذا الموقف، وبالتالي هو قال بأن الرد الإيراني يجب أن يكون بشكل غير متوقع بالنسبة للكيان الإسرائيلي. في المقابل أيضا هناك رأي آخر أو اتجاه آخر يقول بأن العدوان الإسرائيلي لم يكن يستهدف المراكز الاستراتيجية الإيرانية المهمة، وبالتالي يجب علينا أن ننتظر لنرى مسار الأحداث وكيف تكون الأحداث في المنطقة، في لبنان، في غزة، وحتى المباحثات التي تجرى في الدوحة. ولكن على ما يبدو رئيس الحرس الثوري لم ينتظر هذه التقارير لأنه يهدد بعواقب مريرة، هكذا وصفها. هذا صحيح، أنا قلت بأن هذا الاتجاه الأول، وهذا هو التصريح الذي يقف بالاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لننتظر، لنرى، لنقيم، لندرس، لنبحث، ويستندون. كنت أتحدث عن اجتماع الدوحة بين الأطراف الأمريكي والإسرائيلي والمصري والقطري لمعرفة نتائج هذه، هل يستطيع الأمريكي أن يضغط على نتنياهو من أجل وقف إطلاق النار في غزة وهي بؤرة التوتر في حتى لو حدث ذلك، حتى لو حدث ذلك دكتور صادقيان، هل يجعل ذلك إيران تتنازل وتتصالح مع فكرة انتهاك سيادتها؟ دعيني أكمل هذه لو سمحت. بين هذين الاتجاهين وقف المرشد الإيراني باعتباره القائد العام للقوات المسلحة يوم أمس، وقال بشكل واضح، قال بأنه يجب عدم التقليل من أهمية الاعتداء الإسرائيلي على إيران، كما أنه يجب عدم تضخيم الأمر بما لا يحتمل. وبالتالي هو وقف في المنتصف، ويبدو بأنه هو والقيادة العامة للقوات المسلحة تنتظر كل التقييمات للاعتداء الإيراني وللخيارات التي يمكن أن ترد بها إيران. وبالتالي نحن ننتظر، يعني لحد الآن حتى اليوم المتحدث قبل قليل قال المتحدث وزير الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال بأن نحن ندرس كل ونقيم كل الأمور المرتبطة بالأزمة، وليس وحدها الاعتداء على إيران، وإنما الأزمة في جنوب لبنان وفي غزة، من أجل اتخاذ القرار المناسب للرد على الكيان الإسرائيلي. أذهب للدكتور معقيل عباس فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، وكيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل، أن تقنع إسرائيل بضربة محدودة، ومقابل ماذا؟ شكرا على هذه الاستضافة، والانتهاء لك ولضيفيك الكريمين. يعني واضح التفاصيل بدأت تظهر أنه كان هناك ضربة إسرائيلية محدودة مؤثرة مؤلمة، لكنها ليست واسعة وليست كبيرة، وهذا بسبب الضغوط الأمريكية، استثناء أيضا منشآت النفطية والمنشآت النووية. أيضا أنا أعتقد كان هناك ضرب في العراق، إسرائيل ضربت في داخل العراق. يعني نقطتان أعتقد مهمتان هنا الإشارة إليهما بخصوص العراق وشكواه يعني أمام الأمم المتحدة، هذه مرتبطة يعني بضغوطات
من الجماعات الفصائل المسلحة الإطار التنسيقي بعد إعلان إيران إشارتها إلى الموضوع. العراق يعرف منذ اليوم الأول أنه مجاله الجوي خرق، لكن كان هناك أيضا زخم إقليمي، السعودية أدانت، الدول العربية أخرى أدانت، فيعني هذا فسح المجال للعراق أيضا أنه يدخل على شوط أو على خط هذه الإدانات والظهور أنه يعني قوى داعية للاستقرار وما إليه. اضطر العراق تقصد يعني؟ العراق نعم، وهذا بسبب ضغوطات أيضا من الداخل، يعني الجماعات القريبة من إيران، الإطار التنسيقي، ثم إعلان إيران أيضا. لكنه الخطاب العراقي هو متناقض، يعني أولا اتفاقية الإطار الاستراتيجي لا تشير إلى أن أمريكا تدافع عن العراق أبدا، بشكل واضح تشير إلى تعاون وثيق عراقي أمريكي بخصوص قضايا الدفاع، مساعدة العراق على أن يدافع عن نفسه. العراق في ذات الوقت لو نلاحظ قوى كثيرة في داخل العراق والمطالبة الآن أن العراق يشتكي وما إليه، تقول أن القوات الأمريكية قوات احتلال وسنقاتلها وينبغي أن تخرج، وفي ذات الوقت يطلب من هذه القوات أن تدافع عن السماء العراقية ضد الخرق الإسرائيلي. فهو خطاب مزدوج، يعني هو يشير إلى يعني الدولة في العراق مفككة، مراكز اتخاذ القرار متصارعة ومختلفة فيما بينها، وحتى لا تستطيع أن تأتي بخطاب متناسق، حتى لا تقرأ الاتفاقية التي تربطها بالولايات المتحدة. أعتقد رئيس الوزراء واقع تحت ضغط، ضغط كبير. مع ذلك لكن اسمح لي دكتور عقيل عباس، هل كانت إسرائيل لتستطيع أن تحرق الأجواء العراقية دون مساعدة أمريكية وتنسيق مع التحالف مباشرة؟ يعني بالتأكيد الولايات المتحدة تعرف، والعراق تجنب الأسوأ والحكومة العراقية أيضا تعرف، تجنب العراق الأسوأ حقيقة، لأنه كان التفكير الإسرائيلي الأول هو ضربة واسعة تشمل حتى العراق، القضية قضية توقيت، ضرب شديد في العراق، في سوريا، يعني القوى القريبة من إيران. هذا لم يحدث، يعني الذي تم الحديث عنه ربما ضرب عابر وخفيف، والحكومة العراقية كانت منذ البداية يعني على مدى أسابيع تحاول استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة من أجل ثني إسرائيل عن استهداف العراق، وهذا كان جزءاً من الضغط الأمريكي على إسرائيل بتخفيف الضربة عموماً على إيران وما يتضمنها من العراق وما إليه. فحتى الولايات المتحدة استفادت من الطلبات العراقية بهذا الخصوص من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل وتحديد مدى ضربتها. الآن يعني بعد انكشاف يعني أنه إيران قالت، التقارير الإيرانية الأولى يعني كان هناك تخبط إيراني واضح بالبداية، مسؤولون كبار قالوا أن الضرب تم من خارج الأراضي الإيرانية، أن الطائرات بعيدا من خارج إيران وضربت، لكنه البارحة واليوم تغيرت هذه السردية أنها خرقت الأجواء الإيرانية، والسبب أنه الأخبار انتشرت، أخبار يعني صور أقمار صناعية، فأصبح صعبا إنكار هذا. وموقف المرشد الولي المرشد مهم، لأنه إيران ظهرت في البداية وكأنها تريد أن تغطي على ما حدث، حدث غير مهم، لم نتأثر، لا شيء حقيقة حصل وما إليه، وكان هناك حقيقة ما يشبه سخرية دولية من هذا الموقف. ثم تطور موقف آخر أكثر واقعية، يشير إلى حصول ضرب، والآن قضية تقييم الضرب، يعني ما قاله البارحة الولي المرشد هو أن يعني بين الطرفين، يقف في مكان ما بين الطرفين، والقرار ما زال لم يؤخذ. طيب دكتور، دكتور حسين علاوي، إذا كان لديك تعليق على ما قاله ضيفي، وما الذي يتوقعه في الحقيقة العراق من هذه الشكوى، إذا على ما يبدو أنه كان يعرف من التحالف وربما بتنسيق مع التحالف، وهذه ليست مفاجأة أن الطائرات الإسرائيلية عبرت من العراق، وكان العراق يعرف وقت ذلك وربما حتى قبل ذلك، اضطر فقط للإعلان والشكوى بعد التصريحات الإيرانية؟ يعني أولا العراق حقيقة على عداوة مع الكيان الصهيوني منذ عام 1948، فكيف نعرف ذلك؟ يعني ما أعرف أنت منين تجيبين هذا المعلومة بس الآن قلتيها. أنا أسألك، شيء ثاني، أنا أسألك، ما عندي يعني لا أتفق مع ما قال دكتور عقيل. لا مو أنت قلتي، أنت لا أنت تقولين هذا الموضوع، أنت قلتي هذا، عموما أنا دا أجاوبك على هذا الموضوع.
دكتور عقيل، حقيقة أنا لم أتفق معها. الموقف الرسمي الحكومي واضح جدا أنه الأصل بالموضوع الآن هنالك حرب، وهنالك نقل لهذه الحرب إلى يعني مسار مجهول، وتدمير لكل ما يعني يمكن أن يبقى حيا يعني حقيقة في المنطقة على ما يبدو. ولذلك موقف الحكومة العراقية منذ الساعات الأولى، نظر السيد رئيس وزراء وتحدث بصورة واضحة جدا وكان صوته قوي جدا بهذا المسار، أنه هذه الحرب ستمتد إلى المنطقة وتبدأ من غزة وستنتقل إلى دول، إلى انتقلت إلى لبنان، والآن كذلك بالمقابل لاحظنا الهجمات على الأراضي الإيرانية. المشكلة الأساسية الآن هو كيف نوقف هذه الحرب الموجودة في الشرق الأوسط. لذلك العراق ينظر إلى أن وقف إطلاق النار، استثمار علاقاته مع الدول الصديقة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كذلك تتماثل الآن بالرؤية من أن الأصل بهذا الموضوع حقيقة هو إيقاف إطلاق النار، لكن كيف الآلية؟ هنالك مبادرات من العراق، من المملكة العربية السعودية، هذا ليس سؤالي، من الجامعة العربية، من دول الاتحاد الأوروبي، من فرنسا. وهل وجد العراق نفسه مضطرا بسبب الشكوى سياق إذا تسمح لي أن يهدئ الفصائل؟ هذا بناء على ما تريده الفصائل العراقية التي تدين بولائها لإيران، هذا هو السؤال. لا، بالأخير هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، وبالتالي هو مسؤول عن الأمن القومي للدولة العراقية. وعندما يعني أنه صوت البرلمان قبل سنتين بالمناسبة، وفي الأمس كانت السنة بداية السنة الثالثة حقيقة على عمر الحكومة العراقية، هو مسؤول عن إدارة الأمن القومي العراقي، وأي تهديد إليه طبعا سنمضي بإجراءاتنا الدبلوماسية وإجراءات أخرى قد تكون لدى خيارات الدولة العراقية. لكن بالمقابل ذهبنا باتجاه الشكوى الآن إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، وهذا سياق موجود في كل دولة تتعرض إلى هذا الحادث. لكن الأصل على الموضوع حقيقة حتى يعني لا يذهب الموضوع باتجاه ما يحدث أو ما يراد حقيقة من الكيان الصهيوني أن يقولب بهذا الاتجاه. المشكلة الأساسية في المنطقة هنالك حرب لا يجري مراجعتها أو الوقوف أمامها. أصوات السلام نعم تتعالى، مبادرات دبلوماسية تتعالى، لكن بالمقابل الحرب مستمرة في المنطقة، وبالتالي يعني يجب أن تكون الجهود الدولية، جهود المجتمع الدولي، جهود الدول تنصف في اتجاه إيقاف إطلاق النار، لأن هنالك مجازر بشرية في غزة، في لبنان، وكذلك بالمقابل هنالك يعني حرب مفتوحة الآن يراد منها أن نذهب إلى صراع مفتوح، وهذا بالتالي مدمر للأمن والاستقرار في المنطقة. نعم دكتور صادقيان، فيما يتعلق بهذا الرد، وخصوصا بعد أن أصبحت يعني الأمور مفتوحة على كل السيناريوهات الآن، هل ستختار إيران الرد؟ هل في مصلحة إيران الرد؟ وإذا ردت هل ترد مباشرة أم عبر أدراعها في المنطقة؟ وإذا ردت مباشرة يعني هل ترد على مستوى الردود السابقة أم رد حقيقي على الأقل هذه المرة؟ ما نسمعه من الجهات العسكرية الإيرانية وتحديدا في الحرس الثوري الإيراني هو يشير إلى أن إيران عازمة على الرد بشكل أقوى وبشكل غير مسبوق، يعني بمعنى أنه سوف يختلف عن المرة السابقة مباشر؟ في عمليات. ما نسمعه من إيران بأنه مباشر، وما قاله حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني بشكل واضح بأنه الرد سوف يكون مباشر وسوف لا تتصوره إسرائيل كما قال. لكني أعتقد بأن هذا الأمر لا زال غير محسوم في إيران، وبالتالي تجرى تقييمات لكل الأحداث والظروف. والرد، هذا الرد من الناحية العسكرية هو مهيئ على ما أعرف من معلومات، لكن يبدو من الناحية السياسية يحتاج إلى وقت أكثر لمراقبة كل التطورات، سواء كانت تطورات وقف إطلاق النار في غزة، لأن إيران تعتقد بأن بؤرة التوتر المركزية في المنطقة هي غزة. فإذا ما تم وقف إطلاق النار في غزة بشكل أو بآخر، خصوصا فيما يتعلق باجتماع الدوحة، هذا سوف يخفض حدة التوتر بشكل كبير جدا في كل المناطق الأخرى. وبالتالي يبدو لي بأن الإيرانيين لا زالوا لم يرسوا على واجهة معينة، ولا زالت التقييم لا زال موجود، متابعة الأحداث، متابعة التطور
التطورات يجب علينا أن نذكر بأن اليوم أيضا إيران تنتظر نتائج انعقاد مجلس الأمن الدولي، هل سوف تكون هناك إدانة للاعتداء الإسرائيلي على إيران أم لا؟ هذا مهم جدا، لأن في المرة الماضية في عمليات الوعد الصادق عندما نفذت إيران عملياتها على انتهاك سيادتها الوطنية باغتيال إسماعيل هنية، مجلس الأمن الدولي عقد جلسة واستمع لكنه لم يصدر موقف ولم يدين إسرائيل، هذا أغضب إيران كثيرا. الآن هل إن الاجتماع اليوم لمجلس الأمن الدولي هل إنه سوف يكون حياديا حيال هذا الهجوم أم يتخذ موقف معين يعني يدين قرار بيان؟ هذه مهمة بالنسبة إلى الرد الإيراني وتؤثر على الرد الإيراني وطبيعته وتوقيته وحجمه ومستواه. نعم دكتور عقيل عباس، فيما يتعلق بنجاح ما يقرأ على أنه نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في تحجيم الرد الإسرائيلي، هل تعتقد واشنطن بأن يمكن أن تنجح مع إيران أيضا في منع إيران من الرد على الرد الإسرائيلي؟ يعني أعتقد المعطيات الإيرانية الداخلية بالذات هي التي ستقرر جزءا كبيرا من هذا الموضوع. خروج السيد علي خامنئي البارحة يشير إلى أنه سيكون هناك رد إيراني بشكل ما، يعني تصوري بعده هذا لم يتطور، لكن إيران لن ترد قبل الانتخابات الأمريكية. هي تريد أن ترى من سيصبح رئيسا، إذا أصبح ترامب ربما تتراجع عن الرد المباشر، تقوم بشيء آخر. هي لا تريد أن تستفز قيادة، يعني رئاسة الجمهورية ترامب موجود فيها، يعني هذا أولا. ثانيا هي لا تريد أن تؤثر على ملف غزة، بمعنى هي تريد حسما، خصوصا يعني هناك زخم كثير بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق في غزة. بعد هذين الملفين يحسمان أو يذهبان نحو طريق الحل، بالذات ملف غزة، أعتقد إيران سترد على نحو لا يستفز إسرائيل ويقودها إلى القيام برد آخر، قد لا يكون ردا مباشرا. يعني إيران لديها أدوات كثيرة تستطيع أن ترد، فأنا أعتقد يعني موضوع يعني الرد يمكن القول أن كل المسارات في حالة تأهب وفي انتظار وفي عد تنازلي مع يوم الانتخابات الأمريكية. بالضبط. صحيح. بالضبط. شكرا جزيلا لكم جميعا، دكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية كنت معنا من واشنطن، وأيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك، ومستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علاوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الحدث بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شمستار غرب بعلبك شرق لبنان، كما استهدفت غارة أخرى سيارة في بلدة عرية بجبل لبنان. هذا وقتل 6 أشخاص وأصيب آخرون في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى في حي الرمل في مدينة الصور جنوب لبنان، كما تسببت الغارة بأضرار جسيمة في عدد من المباني والشقق المجاورة. هي الضرب اللي حد الجوال نحن كل شيء، نحن أمن، أرض كيف؟
من الحدود الشمالية الإسرائيلية ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأغبر، وتنضم إلينا مباشرة من أحد مراكز إيواء النازحين في مدينة عالية مراسلة الحدث غنوة يتيم. أهلا بكما. أبدأ بالتطورات الميدانية رائد، وأي جديد على هذه الجبهة حيث أنت الآن؟ نعم ضحى، يعني يعود التصعيد ليتصدر المشهد على هذه الجبهة، حيث الغارات الإسرائيلية، المقاتلات الإسرائيلية التي تقلع وتغير على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. فورا أنتقل إلى الصورة حيث زميلي يسلط عدسة الكاميرا على بلدة الخيام المتاخمة لهذه الحدود الشمالية لإسرائيل. هذه آثار القصف الإسرائيلي في بلدة الخيام، حيث اندلعت النيران وأعمدة الدخان باتت تتصاعد، ليس من هذا الموقع فحسب وإنما من مواقع أخرى. خلال ساعتين تقريبا كانت المدفعية تضرب في مناطق متفرقة، خاصة في هذا المحور بلدة الخيام ومحيطها، ونعني هنا كفار كلا والعديسية وعدة بلدات تستهدفها الآلة العسكرية للجيش الإسرائيلي. هذه آخر التحديثات، لكن سبق ذلك اختراق لمسيرة من جنوب لبنان وصلت إلى منطقة جليل الغربي. قال الجيش الإسرائيلي بأنه أسقط هذه المسيرة، وتخلل الليل عدة رشقات صاروخية. تم الإعلان عن 30 صاروخ أسقطت الدفاعات الجوية، بعض منها، لكن البعض سقط في مستوطنة كريات شمونة والمنارة والمطلة وبعض المستوطنات. بطبيعة الحال هناك تحذيرات من الجانبين، من جانب حزب الله لهذه المستوطنات، نقصد 25 مستوطنة وبلدة ممتدة على امتداد هذا الشريط الحدودي، وكذلك من ناحية الجيش الإسرائيلي الذي يحذر سكان الجنوب والضاحية الجنوبية بإجلاء المناطق التي يحددها لأنه سوف يقصفها، وكذلك حزب الله. هنا كان يجب أن يبدأ التعليم الوجاهي في المدارس وعودة الطلاب إلى مدارسهم منذ يوم أمس. تم تمديد التعليم عن بعد نظرا للأوضاع العسكرية الساخنة والمستعرة والتي لا تتوقف. خسائر الجيش الإسرائيلي أيضا لا تتوقف، بالأمس كان الإعلان عن 5 قتلى من الجنود و15 مصابا، أول أمس كان 10 قتلى وأيضا أعداد كبيرة أكثر من 40 مصابا. الأعداد ترتفع، بات الجيش الإسرائيلي يعلن وبشفافية عن الأرقام، ليس كالسابق كان وتقريبا بشكل يومي يتم الإعلان عن خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي. دعني أعود إليك في هذه النقطة، ولكن أذهب لغنوة التي تنضم إلينا من أحد مراكز الإيواء والنازحين. إليك غنوة. طبعا لا يزال النازحون يعانون من صعوبة التأقلم مع قضايا، يعني الحصول على احتياجاتهم الأساسية، خاصة في قضاء علي حيث نزح تقريبا 71 ألف شخص من الجنوب ومن مناطق أخرى. ولكن بحسب القيمين والمسؤولين في تلك المنطقة في القضاء، فهم قالوا بأن حتى الآن لا تصلهم المساعدات من الجهات المعنية الحكومية، سواء لجنة الطوارئ أو الهيئة العليا للإغاثة. هم حصلوا منذ بداية هذه الأزمة على 1500 حصة غذائية فقط من الهيئة العليا للإغاثة، أما باقي المساعدات التي تشمل الفرش، الوسائد، الحرمات، الأشياء الشخصية، الأدوية وغيرها، فهي تؤمنها حتى الآن المنظمات غير حقوقية وجمعيات محلية. لذلك يعني رغم وصول عدد كبير من المساعدات والطائرات خلال الفترة الماضية، حتى الآن القضاء هنا بشكل عام، المدارس الموجودة هنا، يقولون بأنهم لم تصلهم أي مساعدات. يوم أمس كان هناك أيضا حديث مع أحد أعضاء لجنة الطوارئ، هو قال بأن اللجنة تواجه صعوبة في إيصال المساعدات إلى بعض المناطق في محيط بعلبك وفي البقاع، إضافة إلى المناطق المحيطة بالنبطية، نظرا لصعوبة الأوضاع الأمنية. أحيانا يكون هناك حاجة للتواصل مع الصليب الأحمر الدولي، إضافة إلى قوات اليونيفيل لإيصال تلك المساعدات. وحتى الآن
يعني المساعدات التي كانت أقرت في مؤتمر باريس الذي كان يعني عقد دعما للبنان، تلك المساعدات حتى الآن غير واضح موعد وصولها وكيف ستتحقق تلك الوعود التي كانت يعني وصلت تقريبا إلى 800 مليون دولار كمساعدات للنازحين. هذا بالنسبة لوضع النازحين. أما أمنيا كما ذكرت فالجديد كان استهداف سيارة في منطقة عرية ونجاة السائق جراء هذا الاستهداف، وكان هناك تضرر بعض السيارات التي صادف وجودها هناك. وهذا الاستهداف الثاني في المنطقة المحيطة، لأن عرية في جبل لبنان هي قريبة من منطقة الكحالة أيضا التي استهدفت الأسبوع الماضي قبل 4 أيام تقريبا، أيضا كان هناك استهداف لسيارة فيها، حينها أعلن عن مقتل شابين ليتبين بعدها بأنهم يعني أبناء الشخص الذي كان مستهدف، فهو من عيتا الشعب وعنصر في حزب الله، وأيضا كان هناك جرح لشخصين. ولكن بالنسبة لي السيارة اليوم تم يعني تمكن السائق من النجاة، ولكن هذه الطريق هذا الاستهداف الثالث منذ بدء الحرب على هذه الطريق الدولية التي تربط البقاع في بيروت، والتي عادة يكون هناك تحرك من قبل الأهالي من منطقة البقاع نحو بيروت، ويتم ربما مراقبتهم واستهدافهم عبر مسيرات إسرائيلية. نعم، شكرا جزيلا لكما. كنت معنا غنوة يتيم من أحد مراكز إيواء النازحين، مراسلة الحدث، وأيضا رائد الأخبار موفد الحدث كان معنا من الحدود الشمالية الإسرائيلية. شكرا جزيلا لكما. وأكد مصدر سياسي لبناني للحدث أن تنفيذ القرار 1701 كشرط لوقف الحرب بات من الماضي. أضاف أن لبنان يعيش ما وصفه بحالة مروحة مع عدم حدوث أي اختراق في الأفق حول وقف لإطلاق النار، كما استبعد المصدر السياسي اللبناني أن يحمل أي موفد معطيات جديدة لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية. وسياسيا أيضا، أفادت مصادر الحدث بأن الاجتماعات التي استضافتها الدوحة ناقشت بالدرجة الأولى وقف إطلاق النار في لبنان. أضافت مصادر الحدث أن إصرار حزب الله على تزامن وقف النار في لبنان مع غزة يمثل أبرز العقبات أمام المحادثات. كما كشفت المصادر أن الدوحة ستوفد مسؤولا قطريا إلى بيروت خلال أيام للاستماع إلى شروط لبنان ونقلها للمعنيين. قال كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية للحدث إن دول الاتحاد هي الأكثر دعما لغزة ولبنان إنسانيا، وبالنسبة لاستمرار توريد السلاح لإسرائيل أقر بخلاف في مواقف الدول. تتحدث أن الاتحاد الأوروبي أكثر طرف عمل في الشأن الإنساني وساعد اللبنانيين والفلسطينيين، ولكن استمرار هذه الحرب هو معتمد بشكل كبير على الآلة العسكرية، وطالما هناك دول أوروبية تستمر في تمويل إسرائيل بالسلاح. هنا نتحدث جورجيا ميلوني قالت إنه إيطاليا أوقفت توريد السلاح منذ بعد حرب 7 أكتوبر، ولكن ألمانيا تحدثت أنها هي مستمرة بتوريد السلاح. هنا نتحدث عن إيمانويل ماكرون تحدث أنه لابد من إيقاف توريد السلاح لإسرائيل، وحدث تلاسن وشاهدناه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام أيضا بين الرئيسين. اليوم إذا ما استمرت تصدير أو توريد الآلة العسكرية إلى إسرائيل، ما هي قيمة العمل الإنساني الذي يقدم؟ لأن الحرب ستستمر. واو. كما تعرفين الاتحاد الأوروبي ليس دولة واحدة، هو 27 دولة. تحدثت بالبداية عن الانقسامات سعادة السفير بالمواقف، ولكن عندما نأخذ كل هذه الأمور بنظر الاعتبار، حقيقة 27 دولة وكل دولة لها تاريخ مختلف يفسر وجود الاختلافات، ونكران ذلك سيكون بلا جدوى. نعم هناك بعض الخلافات أو الانقسامات، ولكن إذا نظرنا إلى المبادئ والخطوط الأساسية التي أوضحتها لك والتي تمثل أساس موقفنا، سواء وصول المساعدات الإنسانية أو إطلاق النار والحل السياسي وتأسيس الدولة الفلسطينية في مرحلة ما، هنالك وحدة أو إجماع. وأما بقية المسائل فهي جزء من النقاشات التي نخوضها والجهود التي يبذلها الجميع من أجل الدفع تجاه الحل.
معنا من بيروت الكاتب الصحفي علي السبيتي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذن وفد من قطر سيتوجه إلى لبنان، ما الذي يمكن أن يحققه في ظل إصرار حزب الله على ربط الجبهتين، جبهة لبنان وجبهة غزة، ولماذا يصر حزب الله حتى اللحظة على ربط الجبهتين؟ صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد الحرب تجاوزت هذا الربط، وبالتالي لم يعد له موقع أساس في طبيعة العدوان الإسرائيلي، وبالتالي الحسابات الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية تجاوزت بكثير عملية هذا الربط. لم يعد هناك من يتمسك بهذا الموقف، وبالتالي الذهاب باتجاه 17/1 هو تأديد، هو مؤشر كبير على عملية الانفكاك. يعني هذا الموضوع، لكن التصريحات اللبنانية الأخيرة أصبح من تتحدث عن أن 1701 بات من الماضي، والتصريحات من قبل حزب الله وحتى من إيران تربط حتى اللحظة الجبهتين ببعضهما البعض. يعني خلينا نفرق بين شغلتين، بين شغلة أن 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 إيران أو حزب الله على ضوء طبيعة المعركة ونتائج الحرب والعدوان الإسرائيلي لا يستطيع الحزب أن يتراجع، سيبقى متقدما سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الميداني. إمكانية التراجع بالنسبة له هي خسارة، لذلك هو لا يستطيع أن يتبنى أي تراجعا في هذا المجال لأنه يعتبر خسارة. لذلك كان ذلك الأمر بالنسبة لإيران، لكن الموقف الرسمي، موقف الحكومة التي هي بالنسبة لحزب الله الأداة الرسمية اللبنانية والتي يدعمها حزب الله، وبالتالي هو جزء من تشكيلاتها ومن صفوفها، وكانت تسمى بأنها حكومة حزب الله. هذه الحكومة قالت بشكل واضح أنها مع خيار 17/1، إضافة إلى الرئيس بري المكلف كما يقولون أكثر من مرة، صرح مسؤول في حزب الله أن المكلف في هذا الموضوع هو الرئيس نبيه بري. دعني فقط أنوه إلى هذه الصور، اسمح لي سيد علي قبل أن أعود إليك في لماذا يذهب المفاد القطري وبأي أوراق ومقترحات، ولكن نتابع إذن مشاهدينا هذه مشاهد لتفجير الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة عيترون جنوب لبنان. إذن مشاهد تظهر سحب الدخان الكثيفة جراء تفجير الجيش الإسرائيلي لمنازل عدة وأبنية في بلدة عيترون. إذن نتابع مشاهدينا هذه صور نرى فيها النيران وأيضا سحب الدخان بشكل كثيف في أكثر من موقع متقارب. في هذا التفجير، التفجيرات الإسرائيلية أو الاستهدافات الإسرائيلية على بلدة عيترون. طيب من يجنب لبنان هذه المشاهد سيد علي التي نتابعها الآن ومستمرة منذ أيام؟ المبنى تلو الآخر والقرية تلو الأخرى والبلدة تلو الأخرى والمنطقة تلو الأخرى، من يجنب لبنان ذلك؟ يعني يجنب لبنان ذلك أولا الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أنها القوة الأساسية والكبيرة في العالم والتي تتحكم بمسار العالم والتي تملك نفوذ كبير وخاصة على الكيان الإسرائيلي. فإذا الولايات المتحدة أمام مهام ووظيفة أساسية. هذا من ناحية إسرائيل، ماذا عن ناحية حزب الله؟ في جانب من ناحية حزب الله كما ذكرت الموقف من الموقف الرسمي، الموقف اللبناني هو الأساس، يعني لم يعد موقف حزب الله هو الأساس في هذا المجال، الموقف الرسمي هو الذي يعكس بشكل مباشر موقف حزب الله وغير موقف حزب الله. ولو كان هناك سؤال سيد علي، هل لبنان يعرف ماذا يريد؟ ما مطالبه بالتحديد حتى تقف هذه الحرب؟ يعني لا شك بأن في لبنان هناك لا نقول ازدواجيات بقدر ما هناك نوع من الإرباك في كثير من المواضيع والعناوين، باعتبار أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل عبء
ومواقف كبيرة تتداخل فيها المصالح العربية على الإقليمية على الدولية. يعني لذلك يحملون لبنان وحكومة لبنان وخاصة الآن المناخ السياسي السائد في لبنان يريدون تحميله ما لا يستطيع أن يحمل. بمعنى آخر يعني إذا كان مطلوب تنفيذ القرارات الدولية، هل تستطيع هذه الحكومة أن تنفذ القرارات الدولية وخاصة القرار 1559؟ يعني ليس بمقدورها أن تتحمل هذا العبء. لماذا؟ لأن هناك في لبنان مكونات سياسية كبرى لها تأثيرها في كثير من المناخ السياسي والشعبي. هي رافضة بشكل كبير إلى أن يكون السلاح، يعني لا شك المحور الذي يمثله حزب الله، يعني قوة متقدمة سواء داخل الحكومة أو خارج الحكومة. طيب في هذه النقطة، المفوض القطري حينما يذهب إلى لبنان هو سيبحث مع الحكومة اللبنانية، وبالتالي أين حزب الله؟ يعني هل سيقبل؟ هل سيقف عقبة أمام ما سيطرح؟ لذلك كان واضحا الرئيس نبيه بري، يعني عندما الرئيس نبيه بري يقول بأن 1701 هو البداية وهو النهاية، هذا يعني أنه قادر على هذا الموضوع. أي موضوع آخر، أي تعديلات، أي التزامات أخرى هو غير قادر عليها، وبالتالي لا يوجد جهة في لبنان أو شخصية أو تستطيع أن تكون هي تتحمل مسؤولية غير 1701، لا يتوفر. لذلك حتى القطر حتى الآن أي مشروع سواء من أي دبلوماسية عربية أو أجنبية، حتى هوكشتاين يعني اقتنع مع الرئيس نبيه بري أن 1701 هو الخيار وهو المجال المفتوح أمام وضع لبنان وأمام المنطقة من أجل الذهاب إلى تسوية تلبي شروط ومصالح الجميع، ودون ذلك سوف تفلت الأمور أكثر، وبالتالي سوف يكون الميدان مفتوحا أكثر على احتمالات وصراعات أكبر. لذلك نحن نقول بأن 1701 هو المونة الأساسية التي تلبي مصالح الكيان الإسرائيلي، وبالتالي تلبي مصالح لبنان وتلبي مصالح المجتمع الدولي الذي هو الذي فرض هذا القرار. هل يوافق حزب الله الضامن لهذا القرار على القرار 1701؟ لا شك. لا. هل بات من الماضي؟ لا شك. أم أنه لا شك. أساس الحل بالنسبة للبنان الآن؟ بالنسبة يعني هو خيار اللبنانيين، ولكن ليس الموضوع عند اللبنانيين، الموضوع عند نتنياهو. لذلك نقول نحن بشكل واضح، نحن صحيح ما حزب الله موافق، قلت لك 1701 موافق عليه، يعني عندما الحكومة تقر بأنها ملتزمة 1701 وسوف تذهب ترسل الجيش لكي يستلم الأمن إلى جانب القوات الطوارئ الدولية، وبالتالي هناك التزام لبناني واضح في هذا المجال من خلال التنسيق مع هوكشتاين الموفد الأمريكي أو من خلال تعاطيهم مع الدبلوماسيات العربية أو الغربية أو حتى في مؤتمر باريس. هذه هناك التزامات كبيرة جدا، يعني لبنان واضح في هذا الموضوع ولا رجعة عن ذلك. والرئيس نبيه بري عندما يتكلم في هذا الموضوع يعني ايده مليانه، من فاضي. لذلك هذا الموضوع محسوم، ولكن من جهه لبنان، ولكن هل العدو الاسرائيلي الان يرضى بال 1701 ام انه متمسك بايجاد تعديلات؟ اذا اعتبرنا انه وافق، هل مستعد لبنان المزاوجه مع 1559؟ هل مستعد لبنان لتنفيذ التزاماته، نشر الجيش اللبناني، أن يكون السلاح بيد الدولة؟ اليوم قبل الأمس، أن يكون اليوم السلاح قبل بيد الأمس الدولة؟ على مستوى 1701 لنكن واضحين، 1701 التزامات 1701 هناك التزام لبناني واضح بالقرار 1701. أي قرار آخر يحتاج إلى مواقف أخرى ويحتاج إلى وضعية أخرى مختلفة لها علاقة بطبيعة الحال بمواقف القوة السياسية في لبنان. يعني موضوع السلاح هو موضوع لبناني. هل اللبنانيون الآن لا يريدون هذا السلاح؟ هذا مناط بعملية الانتخابات التي هي التي تفرز قوى، إما أن تكون مع المقاومة وإما أن تكون ضد المقاومة. طالب أن الأكثرية ذهبت باتجاه صندوقة المقاومة، فإذا السلاح سوف يبقى، وبالتالي سوف طالما أن هناك احتلال، طالما أن هناك مقاومة، الذي يغير لا سيبقى يبقى. على أي أساس تقول أن حزب الله موافق على 1701؟ موافق لأنه من 2006 هو موافق عليه، يعني ولكن لم ينفذوا. ليست حالة طارئة عليك يوافق أو لا يوافق، هي موافقة منزوعة من المحتوى لأنه لم ينفذ هذا القرار.
خدش من أكثر من جهة، وبالتالي لم يكن حتى المجتمع الدولي خدش هذا الموضوع، لأنه لم يعزز من لا من نفوذ قوات الطوارئ الدولية ولا من 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 ضمانته كي لا الملزمة لإسرائيل كي لا تخرق ال 1701. إذا كان هناك خرقا لبنانيا ل 1701 فإسرائيل خرقته من زمن. وبالتالي الوقت للأسف الحديث الآن عن الضمانة. جزيلا الكاتب الصحفي علي السبيتي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين، عودوا ألقاكم في الساعة الثانية من استوديو الحدث على رأس هذه الساعة. إلى اللقاء. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. تدخل اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الانتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن؟
أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك انك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها اثر على اجيال قادمة لعشرات السنين؟ انت الان تتابع الاخبار، تشاهد احداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الآن استوديو الحدث. الساعة الثانية من استوديو الحدث، أحييكم وإلى أبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لتفجير منازل في بلدة عيترون جنوب لبنان. العراق يقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن استخدام إسرائيل مجاله الجوي لضرب إيران. مجلس الأمن يبحث الضربة الإسرائيلية على إيران، والحرس الثوري يحذر إسرائيل من عواقب مريرة. حماس ترحب بمبادرات مصرية لهدنة من يومين في غزة، وإعلام إسرائيلي يؤكد رفض نتنياهو لها. الجيش السوداني يوسع دائرة سيطرته بمحيط الحلفية في شمال الخرطوم بحري، وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية. أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لمنطقة واسعة من مدينة صور الساحلية اللبنانية في مؤشر على نيته بشن غارات عليها. كما نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قوية لتفجير منازل في بلدة عيترون جنوب لبنان. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيران آخران مقترحا مصري بشأن هدنة مؤقتة في غزة يتم بموجبها إطلاق سراح أسرى، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية. أضافت القناة أن المقترح المصري تمت الموافقة عليه على المستوى السياسي الإسرائيلي، إلا أن نتنياهو أبدى تصميما على مبدأ المفاوضات تحت النار، وطلب من رئيس الشباك التوجه إلى مصر لتعديل المقترح. في المقابل أفادت مصادر الحدث أن حماس رحبت بالمبادرات المصرية للتهدئة في غزة وقبول المقترح المصري الجديد إذا كان جزءا من اتفاق يوليو الماضي الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رافضة وقف النار قبل انسحاب إسرائيل من شمال غزة ومحور نتسريم وممر فيلادلفيا. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده طرحت مبادرة من أجل هدنة مؤقتة ليومين تتضمن صفقة تبادل جزئية للرهائن. أضاف السيسي خلال لقائه بنظيره الجزائري أن يومي تطبيق الهدنة المؤقتة في غزة سيشهدان كذلك مفاوضات بهدف تحويلها لهدنة دائمة. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، يتم التبادل يعني
4 رهائن مع الأسرى بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع ويبقى وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار. وأمس انطلقت في الدوحة جولة جديدة من المحادثات بين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنيا ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. ونقلت رويترز أن المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قصير الأجل لأقل من شهر في قطاع غزة من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق أكثر استدامة. كما نقلت رويترز أيضا عن أن مفاوضات الدوحة ستركز على تبادل بعض الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين. من حيث ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد، أبدأ معك دائما بالميدانيات وأي تطورات على المستوى الميداني حيث أنت الآن في حيفا. في الساعة الأخيرة تقريبا لم تسجل تطورات ميدانية ملفتة باستثناء رشقتين صاروخيتين منذ ساعات الصباح على كريات شمونة ومحيطها، وأربع مرات تقريبا استهدفت، أو ليس تقريبا تحديدا، استهدفت مستوطنة المطلة من قبل حزب الله بصواريخ مضادة للدروع، أحدثت أضرارا ماديا، استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في المقام الأول. أيضا الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض مسيرة كانت انطلقت من لبنان اتجاه الأراضي الإسرائيلية شمالا. حاليا الموقف لم يتغير في الساعة الأخيرة كما قلت. بالنسبة للوضع السياسي تحديدا فيما يتعلق بهذه المحادثات والجولة الجديدة التي انطلقت في الدوحة، اعتراض من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرين في حكومة بن غفير وسموتريتش، بالتالي لماذا أصلا زياد، يعني ما الذي يقال حول إرسال إسرائيل لمدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد إذا كان رئيس الوزراء لا يوافق على هذه الصفقة؟ ما عادوا في إسرائيل يحصون المرات، عدد المرات التي ذهب فيها الوفد الإسرائيلي وكلف من الحكومة الإسرائيلية للدخول في مفاوضات، وهو يعني أول ما تبدأ هذه المفاوضات يكون هناك إما تسريب من نتنياهو للإعلام على شاكلة مصدر رسمي كبير يقول كذا وكذا ينسف المفاوضات، أو كما هي الحال الآن اعتراض أو معارضة علنية تقريبا هو وسمودريتش وبن غفير لهذا الموضوع. منع نتنياهو التصويت على الصفقة الصغيرة أو محاولة تحريك المفاوضات في حقيقة الأمر، أربعة أسرى في مقابل يومين من الهدوء. لكن مع ذلك مصادر إسرائيلية أخرى تشير إلى أن هذه الموسيقى الجانبية قد لا تكون دقيقة، بمعنى الوفد الإسرائيلي مع الأمريكيين والقطريين والمصريين دخل منذ الأمس في مفاوضات حول صفقة شاملة قد تبدأ بشكل يعني تجريبي للدخول إلى مسار التفاوض، لكن الضغط الأمريكي الآن كبير جدا على إسرائيل. يقولون في غرفة المفاوضات بعد رحيل السنوار ليس هناك ذرائع لإسرائيل كي تستمر في الهجوم على قطاع غزة، يمكنها أن تضع نقطة النهاية ويمكنها أن تذهب إلى صفقة تبادل إذا ما أرادت ذلك. سيضاف إلى هذا الموضوع الاحتجاجات من قبل العائلات الإسرائيلية التي ستتجدد. تذكرين السبت كان هناك ضربة لإيران، طوال المدة التي سبقت ذلك الحكومة الإسرائيلية همشت موضوع الصفقة وقطاع غزة لصالح الضربة لإيران والخطر القادم من إيران وما إلى ذلك. الآن هذه الضربة تمت، على ما يبدو إيران لم ترد فورا في هذا الإطار، ولهذا سترين عودة إلى هذه الخلافات وهذه الانقسامات والضغوط داخل إسرائيل. لكن كان في شعور عام داخل الشارع الإسرائيلي بأنه ربما تتوجه الأمور إلى صفقة ولو صغيرة، خاصة بعد اغتيال السنوار الذي كانت تقول إسرائيل بأنه العائق أمام إبرام صفقة.
هذا صحيح، لكن من كانت لديه هذه القراءة فاته بأن منهجيا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن وفق الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين في إسرائيل بأن نتنياهو في كل مفترق كان عليه أن يختار بشكل واضح بين استمرار الائتلاف والحكومة وبين صفقة تبادل، ذهب إلى الأولى إلى بقاء الحكومة. ولهذا عندما يكون تهديد من بن غفير وسموتريج وأيضا الوزير سعر الذي انضم بحزبه الصغير للحكومة الإسرائيلية هو أيضا لا يوافق على صفقة تبادل سريعة وما إلى ذلك، وبالتالي نتنياهو يستشعر بأن هناك خطرا كهذا، خاصة وأن الأحزاب الدينية بدأت يعني تقوم ببعض المشاكل بين مزدوجين لنتنياهو عشية التصويت على قانون التجنيد، وبالتالي الآن هو أمام ضغوط في اتجاهات مختلفة، وعليه يبدو مترددا يعني في أدنى تقدير أو تعبير حاليا إن لم يكن رافضا لصفقة تبادل. لكن التقديرات مع ذلك كما قلت بأن الضغط الأمريكي، الضغط الشعبي ومآلات الأمور على الجبهتين الشمالية والجنوبية بعد ضربة إيران عشية الانتخابات الأمريكية قد تدفع دفعا هذه الأمور تجاه خواتيمها جنوبا وشمالا. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من حيفا، شكرا جزيلا. وأيضا صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية عن أن مسار الاتحاد الأوروبي واضحا بضرورة وقف الحرب في غزة، مضيفا أن حل الدولتين هو الوحيد الممكن الذي يجلب الأمن لإسرائيل وفلسطين. إلى أي حد تلقى كلمة الأوروبيين أذنا صاغية لدى إسرائيل؟ كما تعرفين أن الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذه الحرب يدرك أن ما يحدث الآن أمر مروع، وهذه المنطقة ليست بحاجة للمزيد من الأزمات والتوترات منذ البداية، ونحن نقول علينا أن نبذل كافة الجهود من أجل العودة إلى السلام والاستقرار، ومهما طلب الأمر فسوف نفعل ذلك. أما فيما يخص ما حصل في 7 أكتوبر فموقفنا واضح جدا تجاه الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، كلنا دائما نمضي على نفس المسار، ما نوده هو وقف اطلاق النار واطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية. للوضع في غزة الآن مروع بالنسبة للسكان المدنيين، وبلا شك كل ذلك يجب أن يأتي على أساس الحل الدائمي، وهذا الحل يجب أن يكون سياسيا، فيجب أن نجب السبيل للعودة إلى المسار السياسي للخروج من الأزمة هذه الحالية، أي أن حل الدولتين يبقى هو الحل الوحيد الممكن. أمن إسرائيل أيضا يأتي عبر أمن فلسطين والدولة الفلسطينية. ولهذا وعلى سبيل المثال في نهاية سبتمبر كان هنالك اجتماع في نيويورك، هذه مجموعة التحالف من أجل تطبيق حل الدولتين أطلقت، وكانت مبادرة عربية من قبل أصدقائنا السعوديين، وساهم في استضافتها ورئاستها جوزيف بوريل الممثل السامي للفوضى الأوروبية. فهي ليست مبادرة دبلوماسية بل تظهر التقارب بيننا، وكذلك المجتمع الدولي وحشده من أجل الدفع تجاه هذا الحل. من القاهرة ينضم إلينا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سمير غطاس، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. فيما يتعلق بهذه الصفقة التي تطرحها مصر ويرفضها نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، نتحدث عن 2 من التهدئة و4 أسرى. قبل أن نتحدث عن الرفض الإسرائيلي وما يريده نتنياهو في الحقيقة، نتحدث عن شكل هذه الصفقة. 2 من التهدئة و4 أسرى، هل 2 من التهدئة كافيين؟ وكافيين لماذا؟ أم الهدف هو فقط تحريك الموقف؟ الهدف الأساسي هو كسر الجمود الذي دخلت إليه عملية التفاوض. إذا استمرنا على هذه الحالة فإن الجمود قد يتطول إلى أن تمضي الانتخابات الأمريكية، ثم ننتظر طويلا حتى يعني يتم ترسيم رئيس جديد للولايات المتحدة. القاهرة فيما أعتقد حاولت كسر هذا الجمود واستغلت هذه الفرصة لي يعني الدخول في صفقة ولو قصيرة تكسر هذا الجمود، ومن ثم تنفتح على مفاوضات أطول. أذكر هنا بأنه هناك عديد من الأسئلة التي طرحت وما تزال حول يعني مجريات هذه، تداعيات هذه الصفقة. الوفد الموجود في
الدوحة الآن والذي من الجانب الإسرائيلي يترأسه رئيس الموساد من أمريكا ويليام بيرز، من الدوحة يوجد رئيس الوزراء ووزير الخارجية. من الملفت للنظر أن رئيس المخابرات المصرية الجديد لم ينضم إلى هذه المفاوضات، وهي علامة استفهام كبيرة. يضاف إلى علامة الاستفهام هذه أيضا ما نشرته يدعوت أحرنوت أنه يوم الأربعاء الماضي حاول نتنياهو الاتصال بالرئيس المصري، ولكن الرئيس المصري تجاهل هذا الاتصال ولم يرد عليه. معروف تماما أنه رغم أن نتنياهو أن هذه المحادثة لم تجري، لكن نتنياهو أرسل رئيس الموساد ورئيس الشباك إلى القاهرة، اجتمع بالمخابرات المصرية يعني المسؤولين عن التفاوض عن هذه المبادرة. وأيضا في القاهرة الحية خليل الحية كان موجودا، ويبدو أن القاهرة حصلت على موافقة خليل الحية، وحصلت أيضا على يعني موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلي، مما دفع الرئيس لأول مرة في تاريخ هذه المفاوضات أن يدلي بتصريحات مباشرة حولها. وبالتالي أنا أعتقد أنه كانت الهدف الأساسي من المبادرة وفلسفتها هو كسر الجمود في هذه الحالة. لكن التصويت بالأمس خاصة في مجلس الوزراء كما أشرتم في التقرير، اثنين الوزراء اليمينيين المتطرفين سومتريتش وبن غفير، وانضم لهما أو قادهما بالأصح قادهما نتنياهو، الذي أعلن أنه لن يقبل أن يتفاوض في ظل وقف إطلاق النار. وأنه طيب لماذا أرسل رئيس المخابرات الإسرائيلية الموساد إلى هذه المفاوضات إذا هو لا يقبل؟ أنا أعتقد أنه أرسله أولا لإرضاء للولايات المتحدة التي قدم رئيسها أكثر خدمات قدمها أي رئيس أمريكي في أي فترة من الفترات. كما هو معروف فإنه قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية لإيران أرسل منظومة الفاد، منظومة مضادة للصواريخ الفلسطينية، وأرسل أسراب من F-16، وأعلن علانية أنه سوف يحمي إسرائيل من أي ردة فعل. هذا الأمر كان يستوجب من نتنياهو أن يرضخ للطلب الولايات المتحدة، خاصة أن المبادرة المصرية تضمنت الإفراج عن عدد محدود جدا من الأسرى من الرهائن. ومعروف أن الرهائن هذول في 5 إلى 6 من الرهائن مزدوج الجنسية من الجنسية الأمريكية، وأن موسى أبو مرزوق وعد الرئيس الروسي بوتين بأنه الصفقة إذا تمت سوف تتضمن أيضا الإفراج عن عدد من الرهائن المزدوج الجنسية من الروس، وهم عددهم من 2 إلى 3، أحدهم عند الجهاد الإسلامي والآخر عند حماس. وبالتالي فإن الصفقة كلها كانت تلبية، لأن الولايات المتحدة خاصة الإدارة الديمقراطية تحتاج إلى مثل هذه الصفقة في الأسبوع الأخير. ربما يدعم هذه الصفقة إذا تمت تدعم المرشحة الديمقراطية في مواجهة ترامب. لكن يبدو أن نتنياهو، قراءة نتنياهو للانتخابات الأمريكية لا يريد أن يعطي هذه الهدية لبايدن، لا يريد أن يمنحها على الأقل في هذه المرحلة، ويؤجلها ربما إلى أن يعني تسفر النتائج عن مرشح أحد المرشحين ليفوز بالانتخابات. هو بالتأكيد يفضل ترامب كما هو معروف، وترامب على اتصال به، وترامب كان قد صرح بأنه أغلب الرهائن قتلوا أو ماتوا. وبالتالي نتنياهو نفسه غير معني كما أشرنا يعني في كل المرات، أن نتنياهو مسألة الرهائن هي مسألة ثانوية بالنسبة لي، وبقائه واستمرار هذه الحالة في، ولكن هل هو لا يريد أن يعطي هذه الهدية لبايدن وهاريس قبل الانتخابات للديمقراطيين يعني غالباً. أم أنه أيضا مصمم على تطبيق خطة الجنرالات، إخلاء الشمال، التواجد، إخلاء خلق منطقة عازلة في الجنوب الإسرائيلي وفي شمال القطاع؟ هو استمرار الحرب بشكل عام، ومن ضمنها خطة الجنرالات، وهو أنجز يعني مع كل الأسف ويعني الأسف للتضحيات العظيمة التي يعني قدمها الشعب الفلسطيني خاصة في الشمال دون يعني ردة فعل من حماس. لأنه الحرب عمليا وفق كل الآراء بما فيها الآراء الإسرائيلية، الحرب عسكريا انتهت عمليا، لأنه مقاومات العسكرية للمقاومة في قطاع غزة تقريبا تلاشت وتراجعت، وهو أمر منطقي وطبيعي أنه بعد سنة من القتال والمقاومة تضمحل تدريجيا، حتى أنه وفاة أو مقتل السنوار لم يواجه حتى بإطلاق بعض القذائف الصاروخية التي اعتادت حماس أن يعني ترد بها حتى ولو شكليا كتعبير عن استمرارها ووجودها. وبالتالي هو من مصلحته أولا الشخصية أن يستمر القتال حتى يبتعد شبح التهم الأربعة الموجهة ليه، والتهمة الأكبر فيما يتعلق بمسؤوليته عن 7 أكتوبر. وأيضا
هو مهتم بأن يؤجل هذه الصفقة إلى ما بعد إجراء الانتخابات ليقدمها لمن يفوز، وهو يتطلع ويؤيد وأنه ترامب ربما هو الذي يأتي ويكون غير متهم من ترامب أنه أهدى الديمقراطيين هذه الصفقة التي قد تعزز من حظوظ يعني المرشحة الديمقراطية في مواجهة ترامب. كل هذه العوامل فيما أعتقد أنه تكاثفت مع بعضها حتى يعلن في مجلس الوزراء تصويته لغير صالح، إلى جانب طبعا العوامل الداخلية اليمين وتهديد اليمين له إلى آخره. كل هذه العوامل المجتمع هي التي أثرت على تصويته بالسلب، لكن المفاوضات مستمرة، بمعنى أن مدير الموساد بات ليلته في الدوحة وربما يستأنف المفاوضات التي بدأت بالأمس. في ظل الرفض من قبل نتنياهو اليوم دكتور سمير قطص، ما الذي يناقشه مدير الاستخبارات الإسرائيلية في الدوحة على الرغم من عدم موافقة نتنياهو على هذه الهدنة القصيرة أو هذا المقترح الذي اختصر كثيرا ليصبح يومين من التهدئة وأربعة أسرى؟ يعني هي شراء للوقت، إلى جانب أنه رفع العتب من الولايات المتحدة عندما يقول نتنياهو أنني أرسلت مدير الموساد وليس الفريق المعتاد أن يرسله، لم يرسل الوفد بالكامل وأرسله ناقص الصلاحيات، لأنه في كل مرة كان يقيد صلاحيات الوفد، لكنه لرفع عتب الولايات المتحدة هو يقول أنه أرسل يعني وفده برئاسة رئيس الموساد ليرفع العتب عن الولايات المتحدة، وأنه يماطل ويشتري الوقت ويعتذر عادة بأن حماس هي التي ترفض وحماس هي التي تقول أنها لن تنفذ حتى هذه الفقرة من المفاوضات حتى المؤقتة إلا مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، فيرد المسألة أنه نتيجة رفض حماس للشروط التفاوض هو يتعلل بهذه المسألة، هو يرفع العتب عنه أمريكيا يشتري الوقت وفي نفس الوقت يكسب اليمين الإسرائيلي. ولكن قراءتك تقول بأن مصير هذه الجولة كسابقاتها ممثل. نعم شكرا جزيلا. عفوا، أقول لك قراءتك تقول بأن مصير هذه الجولة من المفاوضات كسابقاتها؟ نأمل أن تنجح، لكن لا يبدو في الأفق أن سيكتب لها أي نجاح. شكرا جزيلا، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سمير غطاس كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا. بدأت السلطات الإسرائيلية بتحليل بيانات الصندوق الأسود للشاحنة التي دهست أمس عددا من الإسرائيليين قرب مدخل قاعدة جليلوت العسكرية تل أبيب، حيث تقع مقرات استخباراتية حساسة. ونقلت يدعود أحرنوت عن عائلة السائق نفيها أي دوافع إرهابية له، وقالت أنه كان يعاني من مرض في القلب، خضع مؤخرا لعملية قلب مفتوح جراحية، لذلك نقلت السلطات جثته إلى المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب لتشريحها وتحديد ما إذا كان طارئا طبيا مثل نوبة قلبية داهمته فجأة وساهمت في الحادث، وأثارت الحادثة مخاوف من تجدد عمليات الدهس. كشفت مصادر محلية يمنية عن إقدام ميليشيا الحوثي بتهجير نحو 300 أسرة من سكان منطقة منظر بمدرية الحوك جنوب مدينة الحديدة. بحسب شهود عيان، فإن آليات عسكرية للحوثيين طلبت من السكان إخلاء المنطقة خلال أسبوع واحد، بينما دفعت الميليشيات بالعشرات من عناصرها للمنطقة بالتزامن مع حفر آليات لخنادق وتحصينات في المنطقة. تعتبر منطقة منظر الساحلية بوابة الحديدة الجنوبية، كما تطل على مدينة الحديدة ومطارها. إذن استعدادات عسكرية حوثية غير مسبوقة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن. هذه الاستعدادات تتزامن مع إعلان الميليشيات إدخال تربة مسير إلى قدراتها البحرية المتمثلة بالألغام والزوارق. هذه التطورات كشفت عنها مناورات برية وبحرية حوثية أجريت مؤخرا في الحديدة.
تحاكي هذه المناورات وفق مصادر عسكرية حرب المدن والتصدي لعملية مرتقبة في ظل توقعات حوثية بلجوء واشنطن لتنفيذ عملية إنزال برية بالتنسيق مع وحدات عسكرية تابعة للحكومة اليمنية. وسائل إعلام حوثية قالت إن هذه المناورة تحمل دلالات تصعيد وتبعث رسائل بمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها الميليشيات. سبقت هذه المناورات إجراءات عسكرية حوثية في أنحاء متفرقة من الحديدة شملت تفريغ الميناء من البضائع والحاويات وإخلاء بعض القرى الساحلية من السكان والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية وتحويلها إلى تحصينات عسكرية معززة بالأنفاق والخنادق. شودعيان أكدوا للحدث إقدام ميليشيا الحوثي على تهجير نحو 300 أسرة من منطقة مندر بمديرية الحوك والمطلة على مطار الحديدة خلال الأيام الماضية. بالتزامن كشفت مصادر استخباراتية عن استعداد الميليشيات لنشر ألغام بحرية وزوارق مسيرة مفخخة تلقتها مؤخرا من إيران في إطار تصعيد تهديداتها لأمن الملاحة. كانت غارات أمريكية ركزت في الآونة الأخيرة على استهداف تحصينات حوثية وأنفاق في محيط مينائي الحديدة والصليف وكذلك مطار الحديدة ومدينة اللحية ومنطقة الجاح جنوب مدينة الحديدة. في المقابل حذر مسؤولون حكوميون يمنيون من انعكاسات الأعمال الإرهابية الحوثية ضد الملاحة على معيشة اليمنيين وأمن المنطقة مطالبين بدعم القوات الحكومية لبسط سيطرتها على السواحل الغربية الخاضعة للحوثيين ومنع تدفق السلاح الإيراني وتأمين الملاحة. من عدن ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركني ياسر صالح. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. إذن هذه الاستعدادات العسكرية الحوثية غير المسبوقة في محافظة الحديدة، لماذا؟ نعم، ربما الجماعة الحوثية بدأت التحرك منذ أكثر من أسبوعين أو منذ 3 أسابيع في مدينة الحديدة تحديدا. المشهد الإقليمي ألقى بظلاله في إطار هذا التحرك. أنا أتحدث بأن الجميع كان ينظر إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة، وبالتالي كانت الجماعة الحوثية تستعد للقيام بدورها في الدفاع عن الجغرافيا الإيرانية، وبالتالي شاهدنا نقل العديد وعدد كبير من الأفراد الميليشيا إلى داخل مدينة الحديدة، أيضا محاولة نقل أسلحة إلى داخل مدينة الحديدة، محاولة نشر زراعة ألغام وإقامة موانع هندسية على سواحل الحديدة تحديدا وخصوصا في منطقة المنظر وأيضا في الدريهمي وفي ما يقابل الجاح، حفرة خندق بمثابة خور مانع لمرور العربات والمدرعات. وبالتالي نحن نتحدث عن تجهيزات متعددة تفاديا لأي سيناريو ممكن يحدث. ربما العالم قد أدرك خطورة وتهديد الجماعة الحوثية في البحر الأحمر، ولكنه لم يحزم أموره في ممكن القيام بعملية إنزال بحري أو محاولة العملية قتالية داخل مدينة الحديدة، ولكن الجماعة الحوثية فعلا كانت تستعد للقيام بدورها، وبالتالي أي ردة فعل تكون حاضرة. الميليشيا الحوثية الأمر الأهم من ذلك يبدو أنها قادمة على عمل كبير في البحر الأحمر، وبالتالي هي تعد نفسها لهذا الأمر وليس لردة فعل ممكن أن تحدث في اتجاهها، وإنما يبدو بأن هنالك سيناريو جديد قد يكلف به من النظام الإيراني بالقيام به في البحر الأحمر، خصوصا إذا أخذنا رسالة حسن سلامي منذ 3 أيام تحديدا على محمل الجد عندما هدد العالم وهدد الكيان الإسرائيلي الصهيوني بالحصار الاقتصادي من البحر، وهو يدرك تماما بأن هذه الإشارة هي للجماعة الحوثية وليس لديه أي إمكانية للبحرية الإيرانية سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في البحر الأحمر. لكن هل تأتي هذه الاستعدادات سيادة العميد في ظل الحوثي توقعات رد إيران على الهجمات الإسرائيلية، رد إيراني ولكن ربما عبر أدرعها؟ لا يوجد رد إيراني سيأتي على الإطلاق، لأن الضربة في حفظت لها الكثير من ماء الوجه، يعني حتى إن كان هنالك
لو افترض سلمنا جدلا بأن هنالك أهداف حساسة تم ضربها ولكنها لم تكن ظاهرة للعيان وبالتالي حفظت لها ماء الوجه ولن تذهب في اتجاه رد، ولكنها ستصعد دوما عبر أذرعها خصوصا بعد فقدان التوازن في لبنان، ستسعى بالارتكاز على الجماعة الحوثية ومع أيضا الاحتفاظ ببقاء هذه الجماعة في هذه المنطقة لأنها هي سلاح الردع الاستراتيجي التي تقاتل به إيران، هي نقطة الارتكاز الجيوسياسية لإيران في هذه المنطقة، وبالتالي لا تريد أن تخسر هذا العامل المهم لكل عملياتها ولكل مطامعها ونفوذها التوسعي. ولكن هناك أيضا طرف أصيل يعاني من هذه استداد الخناق عليها، ستحاول تجعل من الحوثي يهون، تعاني من هذه التحركات حينما يقوم الحوثيون بنشر ألغام بحرية وزوارق مفخخة، هذا يؤثر على الصيادين في اليمن، يؤثر على مصدر رزق كبير بالنسبة لليمنيين أيضا. للأسف أنا مضطرة أن أقاطعك وأذهب لهذا المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية روسيا والكويت من موسكو. حل هذه القضية بطرق سلمية دبلوماسية وسياسية بدون استخدام القوة والضربات ضد الأعراض الجمهورية اليمنية، ومن الممكن تسوية نهائية لهذه المشكلة فقط عن طريق الحوار الوطني الشامل بمشاركة من جميع الأطراف الأممية وتحت الرعاية الأممية. وما يخص الأوضاع في سوريا، نحن أيدنا العملية تضبيط العلاقات بين سوريا وجامعة الدول العربية، وتم تعاودة سوريا كعضو الكامل العضوية إلى جامعة الدول العربية، وفي هذه المرحلة نحن نؤيد الموقف العربي العام الرومي، ويخص بتقديم الدعم لحكومة سورية لحل المشاكل الإنسانية الحادة المسببة من العقوبات أحادية الجانب مفروضة من قبل الحرب. وأبلغني زملاؤنا من الكويت أن تطور الأحداث في مجلس التعاون الخليجي بما فيها عن الاتصالات التي تقوم بها الدول العربية وجمهورية إيران الإسلامية، ونحن نرحب بهذه الاتصالات، وإن جميع هذه الدول مشاطئة على الخليج، ومما يتطلب تنمية التعاون وتقوية الشراكة وتنمية المشاريع لمنفعة مشتركة، ونحن نرحب مثل هذه النزاعات والاتجاهات، وجاهزين أن تقديم كل دعم السياسي والمشاركة في المشاريع الاقتصادية واللوجستية في هذه المنطقة. وفي مجلس التعاون الخليجي الكويت سوف ترأس المجلس في العام القادم، واحدا بالاعتبار الآلية التعاون الاستراتيجي لمستوى الوزاري بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي الذي عقد اجتماع دوري في الرياض قبل الشهر. وفي العام القادم روسيا سوف تستضيف الاجتماع لهذا الحوار الاستراتيجي، ونحن سويا روسيا والكويت كالرئيس في المجلس سوف نستعيد ونحضر هذا الاجتماع الوزاري، ونحن تحدين أصدقائنا الكويتيين أن المواطن الكويتي تم تعيينه وانتخابه كأمين عام لحوار للتعاون في آسيا، وإن هذا التجمع مهم جدا، ونحن نقدم كل الدعم اللازم للأمين العام لهذا التجمع. تبادلنا الآراء فيما يخص العودة في أوكرانيا، نحن شاكرين وممنونين لأصدقاء الكويتيين على الموقف المتوازن والمتزن في هذه المسألة، ونحن أعطينا تقييمنا للوضع الحالي في أوكرانيا وعلى خط الالتماس
والإجراءات للعملية العسكرية الخاصة والأفكار التي يجري مناقشاتها لإيجاد الحل السلمي للأزمة. هناك كثير من الأفكار ليس الجميعها مسببة بالرغبة الصريخة للوصول إلى السلام و гибридных модальностей вовлечения в войну против российской федерации. وهناك المحاولات لجر بعض الاطراف الى اشتباك المباشر مع روسيا. وقد ذكر هذا الموضوع الرئيس بوتين خلال القمه البريكس في كازان. نحن نرى طرق الانتهاء للازمه فقط على اساس المبادئ التي اعلن عنها الرئيس بوتين خلال كلمته امام وزاره الخارجيه الروسيه في 14 من يونيو، وانها المبنيه على ضروره الاحترام الشعاب وحقوق الشعاب الساكن على الاراضي الاوكرانيه والناطق باللغه الروسيه، وايد العوده وللمبادئ عدم منح الانتكاسات للأفكار التحالفية. ولابد أن تكون أوكرانيا دولة حيادية وتأكيد عدم مشاركة في حلف الناتو، ولابد من اجتثاث الجذور النازية والنيونازية في أوكرانيا التي تنتشر تحت ريع النظام في كييف معادل لروسيا. وكذلك جذبنا الاهتمام لأصدقائنا الكويتيين أن تم تكريس للطرف الأوكراني جزء من البيان الختامي للاجتماع الوزاري للاجتماع القمة، ولابد من تسوية الجميع الأزمة الأوكرانية على أساس الارتباط للجميع المبادئ. وهذا المهم جدا لأن زملائنا في الغرب يقولون أن لابد من حل الأزمة الأوكرانية على أساس الميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على سلامة الأراضي الأوكرانية، وأن الميثاق الأممي أوسع بكثير من ضمانات سلامة الأراضي. وقد أكد قبل الفترة أن لابد من احترام سلامة الأراضي للجميع الحكومات التي تمثل الجميع القوميات والشعب كله الساكن على أراضي دولة ما. وبعد ما تمت التسمية الناس الساكنين في دونباس وفي القرم بالإرهابيين وشنوا الحرب ضدهم، هل ممكن القول على النظام في كييف بعد كل هذه الأحداث تمثل الشعب الساكن في دونباس وفي لوغانسك وفي شبه جزيرة القرم وفي منطقة الحرسون وزابوروجيا؟ بالتأكيد لا. использовать и уважать принципы устава. ولابد من الاستخدام والاحترام الكامل لمبادئ الميثاق الأمم المتحدة، لأن المكتوب في المادة الأولى للميثاق أن لابد من احترام حقوق الإنسان الرغم من لغته من العرقه من دينه، وإن احتراق الصافر للحقوق الشعب الساكن في شرق أوكرانيا واضح للجميع، وأن الغرب دائما يسكت ويصمت من العالم ويحد الطرف بسبب السلوكيات وكلائها في كييف. تقول يقول الاتحاد الأوروبي أن لابد من تقديم الدعم حتى النهاية لأوكرانيا، لأن أوكرانيا تقاتل على القيم الأوروبية، وإذا هذه القيم تنص على القضاء على المساواة والقضاء على الحقوقيات اللغوية والدينية، إن هذا الاعتراف بالذنب من قبل الدول الأوروبية. وفي الختام أنا أريد أن أعبر عن خالص الشكر لزميلي وصديقي الكويتي وعلى تبادل الآراء البناء، وأنقل الكلمة له. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد جدا بوجودي اليوم هنا في العاصمة الجميلة موسكو بدعوة كريمة من معالي الصديق العزيز سيرجي لافروف، وإتاحة الفرصة لي لدعم العلاقات الاستثنائية والتاريخية الممتدة بين الكويت وبين روسيا الاتحادية منذ عام 1963. فركزنا اليوم في مباحثاتنا للعلاقة الكويتية الروسية، علاقتنا في مجالات عدة، ركزنا في مواضيع يمكن خاصة في الأمن الغذائي، التعاون العسكري، التعليمي والثقافي أيضا مثل ما أشار معالي في كلمته. أطلعت معالي الصديق لافروف على كل الملفات اللي متعلقة في الكويت مع القضايا مع العراق وتطور الإيجابي مع جمهورية إيران في لقاءاتنا الثنائية الخليجية. بينت له كل النقاط اللي قد تكون قريبة جدا محل النقاش من الجانب، وطلبنا دعم أخواننا في موسكو. القضايا الرئيسية بين الكويت وبين العراق هي ثلاث ملفات: ملفات الحدود، وملف إعادة الأسرى، والأرشيف الوطني، واستكمال بعثة الأمم المتحدة اليونامي اللي تنتهي أعمالها في نهاية عام 2025، وإيجاد بديل لهذه البعثة لاستكمال هذه الملفات العالقة إن كانت عالقة في ذاك التاريخ، ونتمنى انتهائها قبل نهاية أعمال بعثة يونامي. في هذا المقام استذكرنا جهود السفير الراحل يوري فورنسوف الذي كان يشغل منصب المنسق الدولي الرفيع المستوى لشؤون الأسرة والممتلكات، والشكر والامتنان لسعادة الصديق غينادي تتاراسوف الذي شغل المنصب نفسه لدورهم البناء ولجهودهم الملموسة على مدار السنوات في هذا الملف الإنساني. كان لهم دور في عودة بعض الأرشيف واستعادة جزء من الرفات، وحنا بانتظار استكمال هذا الملف. استعرضنا مع الصديق لافروف كل القضايا ما أثيرت في الفترة السابقة، وآخرها كانت القمة الخليجية الأوروبية، ركزت على قضية الشرق الأوسط. مطالبنا حنا كخليجيين للجانب الأوروبي للمشي قدما في خط متوازي في الاعتراف في الدولة الفلسطينية، وفي نفس الوقت بقبول حل الدولتين، ويسبق ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار ودعوة دخول المؤسسات والوكالات الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني في أسرع وقت ممكن. تحدثنا أيضا على تطورات في لبنان. اليوم تلقينا اتصال من الحكومة اللبنانية، بدأنا بالجسر الجوي أو راح يكون الجسر البحري لمساعدة أخواننا وشقائنا في لبنان، وحنا على تم الاستعداد لاستكمال هذه النقاط. أنا لا أحب أن أطيل، وأؤكد ما جاء في كلمة صديقي لافروف في كل النقاط اللي أشار لها، ومرة أخرى شكرا على حسن الضيافة الكريمة، وأمل أن نراكم إن شاء الله في الكويت في القريب العاجل. Пожалуйста, переходим к вопросам. Информагентство Куна. دعاء شعبان مراسلة وكالة الأنباء الكويتية كونا. أولا أهلا بكم معالي وزير خارجية دولة الكويت السيد عبد الله علي اليحيى في موسكو. ثانيا سؤالي موجه إلى معاليكم. كما نعلم أن دولة الكويت لها تاريخ عريق دبلوماسيا، وهي أول دولة خليجية أقامت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي. سؤالي لمعاليكم، ما هو تقييمكم لتطور هذه العلاقات بين الشعبين روسيا والكويت بعد مرور 61 عاما على وجود هذه العلاقات؟ وشكرا.
يعني مثل ما بينت في بداية كلامي علاقاتنا مميزة، علاقاتنا ممتدة من سنة 1963. احنا يمكن تناقشنا وحنا غير راضين على هذه العلاقة، نسعى لتطويرها من جميع الجوانب بدءا من التبادل التجاري. قد يصل اليوم 1,600,000,000 دولار، لكن هذا بوجود البوتنشل الكبير والمهم في روسيا الاتحادية. عندنا الفرق الفنية، الهيئة العامة للاستثمار، الشركات الخاصة، ومن آخرها كانت زيارة العضو المنتدب بشركة المطاحن الكويتية في فتح آفاق جديدة خصوصا في مجال الأمن الغذائي، لدراسة الفرص الاستثمارية الموجودة لهذا السكتر اللي احنا قاعدين نركز عليه. التعاون العسكري مستمر، التعاون التعليمي إن شاء الله يعني هو غير كافي، أعداد الطلبة الموجودين في موسكو ما يتجاوز 8، لكن احنا سنسعى لرفع هذا العدد. التعليم المتبادل بين المعاهد الدبلوماسية الكويتية الروسية إن شاء الله قاعدين نضع تصور اليوم لتبادل الدبلوماسيين بتدريب مشترك كويتي روسي، وأنا متأكد هذه العمليات راح تجرب بين المجتمع الكويتي والمجتمع الروسي، وهي أساسا نقل الثقافة الكويتية إلى روسيا ونقل الثقافة الروسية إلى الكويت. حنا حريصين لفتح آفاق جديدة، مثل ما أشار أخوي معالي الوزير أن حل موضوع الفيزا هذا راح إن شاء الله على القريب العاجل أن تمنح التأشيرة بالطريقة المناسبة للطرفين، أما عن طريق الفيزا الذكية عن طريق التليفون، وهذه راح يكون إن شاء الله يعني محل نقاش فور عودتي للكويت. عدا ذلك أنا يعني نظرتي إيجابية الجمهورية الروسية أو بالأخص روسيا الاتحادية، ومتأكد أن راح نستفيد من العلاقة الكويتية الروسية. نعمل ذلك. شكرا. تلقى شرق نيوز. نهاركم سعيد. وزيري الخارجية، عندي سؤال أول لوزير لافروف. نسمع دعوات من فرنسا والدول الأوروبية أخرى لإرسال القوات العسكرية إلى أوكرانيا ردا على انتشار حسب الشائعات للقوات الكورية الشمالية لتقديم الدعم للجيش الروسي. ما سوف يكون رد الفعل لروسيا إذا حدث ذلك؟ هذا قد حدث، ورئيس بوتين قد أعلن مرارا ولعت المعطيات الاستخباراتية أن هناك الوجود للمرتزقة، وليس مرتزقة بس المقاتلين والعسكريين والمتطوعين من الجيوش الغربية والمتدربين، يعني مستحيل استخدام الأسلحة غربية، المدفعيات مثلا أنظمة المدفعيات بعيدة المدى بدون التشاور وبدون الاستخدام البيانات الاستخبارات الفضاء وبدون الخبراء للبرمجة المهام الضربات الغربيين. ولهذا السبب الغربيين العسكريين الحربيين موجودين في أوكرانيا، وإن جزء من الحرب الهجينة للاتحاد الأوروبي ضد بلدنا. ما يخص علاقاتنا مع الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية، نحن يعني قلنا مرارا أن هذه المعاهدة مفتوحة وليس هناك أي سير ولا تخارق ولا تخترق أي القوانين الدولية، وتنص على فرصة تقديم المساعدة لأي من الطرفين في حالة الهجوم العسكري. يعني موقفنا الصريح في هذا الشأن. أما ما يخص الهرب فتصريحاتها يعني عبارة عن محاولة بالتبرير ما يحدث من زمان. شكرا لكم.
والسؤال الثاني معالي الوزير، هناك حديث عن قمة عربية إسلامية مرتقبة في السعودية بداية شهر نوفمبر التي ستناقش الأوضاع في قطاع غزة وفي لبنان. ما المنتظر من هذه القمة وماذا ستضيف على الجهود العربية في هذا الإطار؟ شكرا. شكرا. أنا أتصور هذه القمة ضرورية جدا، وهي استكمال الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان. أنا أتصور هذه الفرصة لاستكمال المجموعة العربية مع المجموعة الإسلامية لتشكيل ضغط عالي لكل الأطراف في لإيقاف هذه الحرب العبثية. احنا نبارك هذه الدعوة، وإن شاء الله راح نكون احنا مشاركين فيها، ومتوقع يعني الحديث عنها ما بعد وقف إطلاق النار وما بعد الحرب نفسها. فالأيام إن شاء الله راح تبين هذه النقاط اللي كانت تكلم عنها. وكالة التاس. سؤال لوزير لافروف، أجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا وتفوز فيها الحزب الحاكم الحلم الجورجي، إذا اعتبر ممثلو السلطات في جورجيا ممكن زيارة موسكو، هل روسيا جاهزة للتكلم معهم؟ ليس عند روسيا حاليا العلاقات الدبلوماسية مع جورجيا، لأن السلطات السابقة والقيادة السابقة في جورجيا قاطعت علاقات الدبلوماسية مع روسيا، ولكن عندنا ممثليات الموجودة لروسيا في جورجيا ولجورجيا في روسيا عبارة عن قطاع أو القسم عند السفارات السويسرة في البلدين. وإن نحن نستلم التقارير عن تنمية الأحداث وإنها تساعد في تنمية العلاقات بما فيها العلاقات الاقتصادية التي تشاهد وتشهد حاليا نمو، وهناك زيادة التدفق السياحي. وإذا كان هناك أي اقتراحات إضافية من قبل جوارنا في جورجيا، نحن بالتأكيد ننظر فيها وندرسها. والسؤال الأخير من روسيا اليوم، السؤال الأول، اسمح لي لوزير لافروف، فيما يخص الشرق الأوسط، كيف موسكو تقيم الأوضاع في الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية ضد إيران؟ وهل استطاعت المنطقة تجنب السيناريو أسوأ، أم هذه الضربات عبارة عن موجة جديدة للتصعيد؟ والسؤال الثاني أرد عليه لو سمحتم، في المرحلة الحالية استطعنا التجنب حتى هذه اللحظة، لأن هناك لا يزال الفرص القائمة للتصعيد اللاحق، كما هو الأمر في أوكرانيا مثلا، لأن هناك من يرغب اشتعال الحريق بقوة عالية، وهناك محاولات لجر الولايات المتحدة إلى النزاع في الشرق الأوسط. ونحن نعمل أن الاتصالات، ونحن نعمل كل ما بوسعنا للمساعدة لوقف التصعيد وخفض التوتر. وبلا شك الضربات الإسرائيلية ضد إيران التي تقدمها حكومة والقيادة الإسرائيلية كرد الفعل وكرد، ونحن كأني ليس هناك أي ضرورة لأي ردود فعل أخرى، ولكن الوضع صعب صراحة، ونحن نعمل في أن مجلس الأمن الأممي قد يساعد في تهدية الأمور، وباقتراح من قبل الجزائر والصين والروسيا اليوم في المساء سوف يعقد اجتماع للمجلس الأمن بطلب من إيران للنظر في ما حدث. وأنا أعمل أن بعد الانتهاء من هذا الاجتماع سوف يتضح الأمور، ولكن علينا أن نستمر بذل الجهود للوصول لوقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية وفي لبنان، ولابد من وصول إلى الاتفاقيات حول كيفية بسط الاستقرار
طويلة الأمد وحل المشاكل الإنسانية التي تزيد حداتها، وهناك موجات من اللاجئين ولابد من عودتهم إلى وطنهم. وبلا شك كما قلت في كلماتي إن المهمة الإقامة الدولة الفلسطينية وفقا للقرارات الأممية ملحت جدا. والسؤال الثاني لمعالي الوزير، بعد مشاوراتكم في روسيا اليوم حول أزمات المنطقة، ما هي الأولويات التي تضعونها لوقف شلال الدم، وما هي الأسس الكبرى لديكم للتوصل إلى حل شامل لقضية الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة؟ شكرا. أنا يعني من بدأت الحرب أو بدأت الأحداث بعد 7 أكتوبر وبدأت الحرب على غزة، والوصل اليوم أكثر من 42,000، أكثر من 150,000 جريح، غير الأرقام اللي هي في تزايد في موضوع التهجير عن مواقعهم. دولة الكويت شاركت في كل محفل، في كل مناسبة، وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار، ضرورة حل الدولتين، ضرورة الاعتراف في فلسطين، ضرورة حق المصير للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني عانى يعني إذا قلنا رسميا من أكثر من 70 سنة من هذا الغم. أنا غير مؤيد ما حصل في 7 أكتوبر، لكن متوقع في ظل وجود ضغط عالي على هذا الشعب. عاش وتربى وكبر وأصبح له جيل ثالث وهو تحت الاحتلال، فنتمنى يعني الجلوس على طاولة واحدة، نتمنى حل هذه المشاكل إلى الأبد، نتمنى الاعتراف في فلسطين، واعتراف فيها أولا من جميع الدول، وحل الدولتين. أنا أتصور هذا الحل الوحيد اللي قد يوقف حمام الدم. ضرورة وقف إطلاق النار فوري، هذا من المؤكد. نحن قاعدين نتواصل ويا أصدقائنا وأشقائنا للضغط على هذا المجال، لكن إن شاء الله يعني نتمنى ذلك في بالقريب العاجل. شكرا. إذن مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية روسيا والكويت من موسكو، نبقي عينا على مخرجات هذا المؤتمر الصحفي، وأنا أشكركم شكرا جزيلا على متابعة استوديو الحدث لهذا اليوم، وإلى اللقاء.